الآن حان وقت أننا سنتحدث عن قرعة أبطال إفريقيا، لأن في الفيديو السابق تحدثنا فقط عن الكونفدرالية والمواجهات التي يعني الحظوظ الفرق المغربية حسنية أكادير ونهضة بركان. الآن سنتحدث عن حظوظ الفرق المغربية في أبطال إفريقيا، الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، وأيضا الفرق العربية المشاركة الموسم اللي بكل صراحة 6 فرق عربية في الربع مع فريقين فقط يعني إفريقيين هم تيمبي مازيمبي وسان داونز. 6 فرق عربية يا ناس، 6 فرق عربية، وكل هذه الفرق ب8 فازت بأبطال إفريقيا. مواجهات كلها يعني نهائي، وسوف نرى يعني طريق الرجاء للنهائي وطريق الوداد للنهائي وطريق الفرق العربية للنهائي، ومن سيتأهل من مواجهات الربع الآن. أولا لنتحدث عن النصف والنهائي، خليكم مع الفيديو. مر عليك مر عليا، ممتاز، فكرة هائلة. السلام عليكم الخوت، كتعاودوا هاني ناشطين فرحانين كلشي زين لاحظتكم، كنتمنى اللي كيشاهدنا وكيعجبو الفيديوهات ديالنا بالدبل تحت اشترك وفعل الجرس وبارطاج الفيديو مع صحابك والاصدقاء ديالك. شكرا لكم كاملين. اليوم كيف ما قلت لكم غنتحدثوا على قرعة نتيجة قرعة يعني ابطال افريقيا الربع النهائي والمواجهات اللي حارقة 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 يا حبيبي حارقة. وسنتحدث يعني عن الفرق يعني توقعاتنا الفرق التي ستتأهل للنصف والتي ستتأهل للنهائي أيضا. وكيف ما قلت لكم بالأول يعني بالدرجة الأولى سنتحدث عن يعني حظوظ الفرق المغربية ثم الفرق العربية، وخليكم مع هذا الشيء اللي غادي يكون يعني تحليل وتوقعات مجنونة جدا. سنبدأ بأول مواجهة اللي تجمع فريق الاهلي المصري وصن داونز. الاهلي المصري وصن داونز اللي كنا نتذكر ان صن داونز اخرجت الاهلي الدوره الماضيه، اخرجتها بفضيحه في ملعب صن داونز ب5 5 اهداف لصفر يا حبيبي، نتيجه مدله مدله وكلنا نتذكرها. ويعني القدر الان اعطى للاهلي فرصه لي ياخذوا بطأرهم يعني ويعودوا بماء وجههم، ولكي الاهلي يحقق هذا الانتقام وهذا الطأر عليه ان ينتقم في ملعبه في القاهره. الملعب عليه ان يمتلئ بالجمهور، اللاعبين عليهم ان يكونوا كلهم في تلك المباراه في يومهم، يعتبرون تلك المباراه هي النهائي بكل صراحه، لان الاهلي يعني خلاصه القول هذيك هي النهائي، مباراه قمه، مباراه انتقام، مباراه يعني فيها كل شيء. وانا يعني اتوقع يعني لو كهرباء يعني فقط يبتعد عن تلك التصرفات واستفزاز الجماهير واستفزاز اللاعبين ويخرج عن تلك يعني دوامة الاستفزاز وتلك الدوامة الصبيانية سوف يبدع بكل صراحة، يكون هو في يومه. ورأينا أليو ديانج هذا الوسط المجنون، الارتكاز الذي رأيناه ما دفع على بيراميدز والهدف الخرافي الذي فاز به الأهلي، إذا كان أيضا في يومه وإذا شارك يعني رسمي. وأيضا أليو ديانج هذا المهاجم القادم اللي بكل صراحة إذا بدأ يثبت أقدامه قبل تلك المواجهة فبكل صراحة لا خوف على الأهلي بهذا الأداء. ويعني بكل صراحة النجوم اللي عند الأهلي حاليا راه لا يضايق أي فريق في إفريقيا، الشحات، رمضان صبحي، كهرباء، وليد سليمان، مروان محسن، زايد، أليو ديانج، باتجي، هذاك باتجي اللي تعاقدوا معاه، يعني كل لاعبين موجودين في الأهلي فقط ينقصهم أن يكونوا في يومهم. وصن داونز بدورها فبكل صراحة صن داونز من إذا لم استثني سأقول هي الثالث أو يعني من 3 أقوى فرق في هذه الـ8 اللي في الربع الآن. صن داونز لا يمكنك أن تستهين به في ملعبه، لذلك قلت لكم الأهلي علي أن يحسمها في القاهرة وبأهداف كثيرة، يعني يسجل 5 6 7 لا يهمك الحساب، سجل ولا تخف، سجل ولا تخف، سجل سجل وعاود سجل. هذه هي خطة الأهلي، وأنا بكل صراحة أتوقع أنها سوف يعني يحسمها الأهلي وسيتأهل يعني للنصف، وستكون مشقة نعم، سيسجلون هنا إن شاء الله أهداف وثلاثة أو أربعة أو اثنان، ولكن ستكون مشقة مشقة عليهم في المباراة الإياب هناك. أتمنى لهم التأهل بكل صراحة للأهلي، وأنا أتوقع الأهلي ستنتقم وستتأهل. الآن نمر لمباراة الوداد، الوداد والنجم الساحلي. انا قلت في القرعه التجريبيه قلت انني اتمنى للرجاء ان تواجه النجم لكي تنتقم ايضا يعني من اقصاء النجم للرجاء في كاس العرب النسخه الماضيه ربما.
يعني كنت أتمنى أن الرجاء يعني تسقط مع النجم الساحلي، ولكن إذا بالصدفة يعني من التي تسقط مع النجم الساحلي؟ الوداد. ونعرف كلنا أن يعني النجم الساحلي فريق صعب، فريق صعب 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 جدا، وأنا يعني أتوقع أنه الآن أفضل من الترجي. نعم، النجم الساحلي حاليا أفضل من الترجي. لماذا؟ لأن الترجي يعني فرط في لاعبيه وبلايلي والبدري وقاع ذوك النجوم فرط فيهم، يعني الآن في مرحلة يعني تكوين فريق جديد. ولكن بالنسبة للنجم الساحلي راه عندهم واحد رأس حربة، رأيته راه لفان، راه لفان لفان النهاية، راه مجنون لا يضيع، بكل صراحة فريق منظم ويلعبون كرة جميلة جدا هذا الموسم. القرعة بكل صراحة هذه المباراة لم تخدم الوداد، وأنا هذه المباراة لوحدها هي التي لا أستطيع أن أحسم فيها، سأقول 50-50، لأن أيضا الوداد عندهم جابوا يعني صفقات في هذا الشتاء كثرة اللاعبين، والآن يعني في مرحلة الترابط والتفاهم بين اللاعبين، يعني فقط ينقصهم التجانس، الآن هم في مرحلة التجانس. أتمنى أن تتم هذه المرحلة التجانس للاعبي الوداد قبل مواجهة النجم الساحلي. وللمرة الأخرى سأقولها، الوداد إذا أرادت أن تتأهل الملعب في مركب الخامس بكازابلانكا عليه أن يمتلئ، عليه من يحسمها في المغرب في هذه الأدوار، وبالأخص في أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، الأدوار الإقصائية الربع والنصف النهائي عليك أن تحسمها في ملعبك، لا تنتظر يعني عطف الخصم في ملعبه، لا، كان عندك الذهاب في ملعبك أو الإياب احسم التأهل في ملعبك، سواء عندك الذهاب هو الأول في ملعبك أو الإياب، عندك الذهاب احسمها من البداية بخمسة أو أربعة أو ستة أهداف، اذهب هناك وحاول أن تخرج بثلاثة، ومهم ستتأهل من هنا. 50-50 للنجم الساحلي والوداد، ونتمنى التأهل للوداد بطبيعة الحال. سننتقل إلى المباراة الثالثة، واللي أظنها بكل صراحة مباراة، إذا كانت هذه يعني القرعة لم تخدم مصالح الوداد، فقرعة أخرى هنا لم تخدم مصالح الزمالك. الزمالك بكل صراحة سقط مع الحصان الأسود، سقط مع، تخيل معي أنك فريق ستلعب معه في السوبر الافريقي، وستلعب معه مباراتين في الربع نهائي ابطال افريقيا. بكل صراحه القرعه لن تخدم الزمالك، واتاسف واتاثر على وقع الزمالك، موقع الزمالك حاليا، لان مباراه ليست فقط صعبه بل هي مباراه معقده ومستحيله على الزمالك. نعم الزمالك عندهم نجوم، عندهم لاعبين، ولكن الترجي تخيل معي ان تفوز بنسختين متتاليتين واصبحت يعني، اريد ان اقولها بالدارجه، يعني الترجي اصبح يعرف قوالب ابطال افريقيا، القوالب كيف يعني تفوز بجميع الطرق المتاحه والغير متاحه، كرويا غير كرويا، المهم يعني يعرفون من اين تؤكل الكتف. الزمالك بكل صراحه انا المباراه السهله في التوقع، اتوقع الترجي سيتاهل، اتمنى ان يفاجئني الزمالك ويفاجئ كل شيء، ولكن ربما أظنها محسومة للترجي، محسومة قبل البداية. المباراة الأخيرة والتي تهمنا بكثرة، والتي بكل صراحة أنا لست رجاء، ولكن يعني سأحاول أن أغطي جميع مباريات الرجاء، لأن الرجاء بكل صراحة فريق يعني عنده كثرة الإصابات، فريق يلعب كرة جميلة، فريق مدربه مسلم، يعني طور يعني مجموعة من الأشياء في الرجاء. يعني الرجاء سأحاول أن أغطي مباريات كلها، ولكن الرجاء لأن كيفاش غادي نقول لها، يعني الرجاء سقطت مع تيبي مازيمبي، ونحن نعرف أن تيبي مازيمبي من أساطير الكرة في إفريقيا، والكونغو نعرف أن الكونغو ربما الدولة، الكونغو دائما تنجب لاعبين مجنونين، يعني تيبي مازيمبي كونغو، الكونغو نعم تنجب لاعبين مجنونين، يعني ونعرف ان جميع اللاعبين الذين يذهبون الى الخارج الى اوروبا ينتقلون من هذا النادي تيبي مازيمبي ويذهبون الى، يعني هذا النادي دائما يصنع لك اساطير في كرة القدم الافريقية، ولهذا القرعة ايضا يعني فريق يعني ساقول انه صعب جدا على الرجاء، لا اقول انه سهل او الخصم كنا نريده، ولكن صعب ولكن ليس مستحيل على الرجاء. لذلك اقول لكم ساغطي الرجاء، لان تخيل معي فريق لا الاصابه ضربت جميع اللاعبين، بن حليب، ابو طيب، كاع اللاعبين يعني اللي غادي يصنعوا لك الفريق الافريقي، الحافظي ايضا يشكو دائما من الاصابات، ومع ذلك يحاولون. الرجاء عندهم واحد الشخصيه بكل صراحه، يعني حتى واذا لم يكونوا لاعبين، الجمهور في عندما يلعبون في كازابلانكا، وايضا يعني الحافز الذي يلعبوا به اللاعبون والروح القتاليه بكل صراحه، يعني نتمنى ان يذهبوا بعيدا بكل صراحه. والطريق الذي الطريق الذي سيمرون فيها هي طريق الترجي،
يعني تخيل معي أن الرجاء لو مرت عقبة تبي مازيمبي، وأنا ربما أتوقع أن الرجاء ستمر 100% 100% ليس 90% 100%، لأن كازابلانكا أصبح جائع. إفريقيا ستعيش، أبطال إفريقيا سوف يعيشون هذه الدورة جحيم محمد الخامس على حقه وطريقه. يعني إذا كانت الوداد هي التي كانت تلعب في النسخ الماضية وكان يعني تصنع الحدث في مركب الخامس، ولكن الآن بوجود الرجاء سوف يرون الرعب الحقيقي لمركب محمد الخامس. قلت لكم أن طريق الرجاء هي الترجي، يعني النصف الذي سيكون مع الرجاء هو مع الترجي والزمالك، ولكن يعني بنسبة كبيرة الرجاء غتواجه الترجي مجددا بعد أن كانت معها في المجموعة، ولكن هيهات هيهات، لأن المجموعة ليس مباراة إقصائية، يعني راه غادي الدخان والنار سوف يلتهبون تلك المباراة. وبكل صراحة نتوقع النصف الذي ستكون فيه الرجاء والترجي، والنصف الآخر أتوقع أن تكون فيه الأهلي والنجم الساحلي ربما أو الوداد، أو الوداد لكي لا نكون يعني، لأن ذيك المباراة ما قدرتش، لأن حتى النجم الساحلي بكل صراحة شاهدت لي شي مباريات راه يلعبون كرة مجنونة جدا، بكل صراحة يلعبون كرة مجنونة جدا. الرجاء قلت لكم مع الترجي مباراة ستكون دمار، نعم فيها ذهاب وإياب، والإياب ربما عند الرجاء يعني هذه يعني أفونتاج، يعني أفونتاج يعني جميل جدا، عفوا لا الإياب ربما عند الترجي، عند الترجي يعني أتمنى الرجاء علي أن تحسم أيضا في كازابلانكا، ولكن الرجاء نعرف أن دائما يعني رأينا عندما كانت مع فيتا كلوب عندما لعبت النهائي ولعبت الإياب أيضا تم حسمتها من هناك، من حسمتها عفوا من هنا من كازابلانكا، وذهبت عند فيتا كلوب هناك ولعبت مرتاحة وفازت بالكونفدرالية. الآن نتمنى أن أن تلعب على دير الريتم، وبكل صراحة بكل صراحة أنا أتمنى وربما أتوقع أن الرجاء ستحقق أولا قبل أن تفوز بالأبطال الإفريقية، أتوقع أن الرجاء ستحقق رقم مهم يعني وإنجاز بأنها ستقصي الذي فاز ببطولتين متتاليتين في أبطال إفريقيا وأصبح من يعني أسياد وزعماء القارة يعني أبطال إفريقيا اللي هو الترجي، وأتوقع أن الرجاء ستفعلها، وهذا سيكون أول إنجاز قبل النهائي الذي أتوقع بكل صراحة أن يكون رجاوي أهلاوي. الرجاوي أهلاوي سيكون نهائي مجنون مجنون مجنون، وتلك المباراة سأفعل فيها العجب، تلك المباراة سأعتبرها مباراة يعني مباراة السنة بكل صراحة، لأن هي ومباراة الحسنية وبيراميدز إذا وصلت نتمنى أن تصل، وأتوقع الرجاء ستحسمها، والملعب المحايد الذي يكون ربما سيكون في دولة عربية يا مصر يا عفوا ليس مصر يا الجزائر يا تونس يا مهم دولة عربية سيكون فيها النهائي، سنرى ذلك. أتوقع الرجاء ستفوز في النهائي وبنتيجة يعني كبيرة جدا، وستدرسهم الفرق بين أن يكون عندك اللاعبين وكثرة اللاعبين وأن يكون عندك شخصية أنك تريد أن تفوز والطموح، لأن الأهلاويين نعرف أنهم عندهم لاعبين كثيرين ممتعين ولاعبين يعني كثيرين مهارين، ولكن الرجاء يلعبون بحس الفوز. هذه كانت توقعات الأبطال كيف ما كانت توقعات الاتحاد في الفيديو الماضي، كنتمنى ترجعوا تشوفوا في القناة، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، بارطاجيو، السلام عليكم.